الظابط بيضرب واحد وعمال يضربه ويلطش فيه بالاقلام. فين ده؟ بص مصاري ياخد منه الرخص وعمال يلطشه بالاقلام ويضربه. طيب أستاذة سماح من أهالي المنطقة في دريم اللي صوروا هذا المشهد، أستاذة سماح بإجازة عشان سيادة اللواء أبو بكر عبد الكريم معانا، يعني إنه ونشوف الوزارة إيه الإجراء اللي يمكن أن تتخذه في هذه الواقعة. أستاذة سماح، إيه اللي حصل في الواقعة دي؟ أنتوا صورتوها إزاي وإمتى وإيه اللي حصل فيها؟ الواقعة كانت حضرتك الساعة 7:15 الصبح، السواق ده متعود إن هو بيجيب أطفال وبيودي أطفال في دريم، فالسواق ده ماشي وبيلف اللوتين عشان يرجع تاني. قبله السواق، قبله الضابط دون كان راجع بيقول له حاسب انت هتراجع عليا انت تعورني، قال له والله ما خدت بالي معلش. المهم نزل الضابط دون من قلب الملاكي بتاعه وفضل نزل ضرب جامد في قلب الولد وجامد، والناس اتلموا وفضل يشتموا شتيمه وحشه جدا، وقعدنا نقول خلاص معلش خلاص معلش. المهم قعد اكتر من ربع ساعه ان هو يشتم الولد ويهينه، والولد حتى ما حاولش ان هو يدافع عن نفسه. والناس اتلمت جامد جدا ان هو الضابط ان حاول ان احنا نسلك من ايده برضك مش مقاوح، وكل ما يتكلم ما اقول له ايه يعني مدام عيشه حتى موجوده بتقول له انت ماشي من غير حتى نمر وماشي مخالف. قال لها والله اللي انتوا عايزين تعملوه اعملوه، اهي جايه ثوره 25 يناير بشوفوا بقى مين اللي هيحميكم. بس حضرتك المهم فضل ربع ساعه يمسك الولد ويضربه وراح جاب بتاع الامن حطه. المهم كان الضابط ده رايح يودي ولاده مدرسة في الشوافات، ولاده في المدرسة، راح ولف ورجع، رجع بيقول للولد ايه هتعتذر ولا لا؟ لقينا الضابط ده مطلع من عربيته تذكرة بودرة وبيقول ايه هتعتذر ولا هلبسك القضية دي؟ قلنا له في جماعة كتير نزلوا بس انت هنا شاهدة حق، خلي بالك يعني الشهادة يعني شهادة ممكن تعصف ببشر ويمكن انها تنقذ بشرا، شهادتك دي حقيقية؟ انا بقول لحضرتك انا كنت في النيابة من الصبح وشهادتي حقيقية، وانا حلفت هناك في النيابة وقلت اقوالي في النيابة، لان الولد غلبان جدا 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 وملوش حد، والولد اساسا حتى مجرد السجارة يعني هو بعد الخناقة دي بعمل له قضية يعني. لا ده كمان ايه يا استاذ وائل، هو خد عربيته ومشي راح يوصل عياله، بعد ما رجع تاني بيقول التذكره اهي هتعتذر ولا لا؟ الولد طبعا ما رضيش يعتذر، واحنا ما رضيناش نخلي الواد يعتذر لان الولد هو اهانه جامد جدا. طيب
الواقعة موجودة في نيابة ايه؟ في نيابة اكتوبر اسم اول. نيابة اكتوبر اسم اول. لواء ابو بكر، هل الواقعة دي بلغتكم سيادة اللواء؟ طيب سيادة اللواء نحاول. يا استاذ وائل. اتفضل سيادة اللواء اتفضل. الواقعة دي موجودة عندنا من الظهر، ودي احيلت لتحقيق داخلي، بس انا عايز اعرف هو بالنسبة لتذكرة البودرة اللي الاستاذة بتقول عليها هي شافتها، وبعدين يعني في الفيديو مش تسجل ان كلمة ثورة 25 يناير جاية وشوفوا مين هيحميكم، ما سمعناش الكلام ده حضرتك. لا وهو تعبير حتى يعني يحاسب على الشرطة تحمي الشعب ليس منحة، يعني لانه ده دور وطني بتلعبه الشرطة. ده واجب عليه طبعا، والعودة تاني اللي هيحاول يرجعنا تاني لصورة ذهنية لن ينجح، يعني هذا تعبير حتى لو قاله يحاسب عليه صاحبه يعني. طبعا. وبعدين 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 موضوع تذكرة البودرة دي احنا ما شفناهوش في الفيديو، ما شفناهوش وما سمعناهوش يعني، والاعتذار مقابل قضية مخدرات يعني امر كبير قوي، ولكن الموضوع ده موجود عندنا من الظهر، وده احيل لتحقيق داخلي علشان يتشاف ويتفحص ويتشاف ملابساته. انا امام ضابط شرطه اهو. الاعتداء، تصوير المشاهد دي يا سياده اللواء دائما يعني كثرتها وتعددها اخشى يعني انه، وانا اثق وزاره الداخليه تتعامل مع كل الوقائع السابقه، تم مساءله ومحاسبه الذين تورطوا فيها، يعني هو مش من حقه ان يكون بيقوم بضرب المواطن بهذا الحق، ياخده ويعمل له محضر ويتصرف فيه زي ما هو عاوز. طب انا اقول لحضرتك واقع يمكن الاعداد ما جابهاش لحضرتك، واحنا شفناها واتخذنا الاجراءات فيها، وانا دي يعني هقول لحضرتك عليها برضك لتصرف احد امناء الشرطه قاعد قدام منشاه شرطيه وبياخد فلوس من واحده ست، دي يمكن الاعداد ما جابهاش لحضرتك وموجوده. احنا برضك اللي حياتك ما تعرفوش ان اجهزه الامن قامت باستدعاء السيده اللي ادت الفلوس وعملت محضر، وخدت المحضر وخدت رجل الشرطه ده وودت المحضر النيابه. ده دليل على ان في شفافيه شديده في التعامل، دليل على ان ما فيش تستر على اخطاء ولا تجاوزات، دليل على ان الوزاره بتتصدى بكل قوه، ومن اكثر الجهات اللي هي بتحاسب المخطئين والمتجاوزين عندها وزاره الداخليه. انا واثق في كده يا سياده اللواء، عشان كده بنسال حضرتك على طول لنزع فتيل اي توتر ولمنع اي تصيد. لا يعني، والواقعه دي النهارده احنا جبناها وتحديدا في اسكندريه عشان لما الاعداد يجيبها لحضرتك تعرف ان اللي هو ابو بكر قال الاجراء اللي اتخذ فيها ده بتاعه اللي هي الرشوه، ده بتاعه اللجنه. بالظبط يا فندم، بالظبط يا فندم. طيب سياده اللواء بتوجه تجاوز والتصدي بكل قوه، وانه لا يتم التستر على اي ضابط شرطه يخطئ او اي فرد شرطه يخطئ يعني. بالظبط كده يا فندم، بتوجه لحضرتك بالشكر يا سياده اللواء، الف شكر.